السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكم مجددا في السلسلة الرمضانية، سلسلة افتح قلبك للقرآن الكريم في رمضان. اليوم غادي نقرأ معكم إن شاء الله الثمن الأول من الحزب الثالث عشر من سورة المائدة من القرآن الكريم. كنتمنى أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم، وشكرا لكم على الدعم والمساندة ومرحبا بكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا والذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله المولى الكريم. هذه كانت قراءتي للثمن الأول من الحزب الثالث عشر من سورة الأنعام من القرآن الكريم. أتمنى أن تكون قراءتي استحسنت مسامعكم، وأتمنى أن تشتركوا وتفعلوا زر الجرس كي يصلكم كل جديد القناة، دعما لي ودعما للمحتوى الهادف إن شاء الله. اليوم 13 من رمضان، اللي كنتمنى أنه يكون دايز لكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله، أعمال متقبلة بإذن الله. كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.